قدر الله وما شاء فعل، إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي للمرة الثانية في نفس السنة. ولماذا يحاول الإعلام الأبيض بصحفيين وبجماهير وبمجلس إدارته إلغاء التصويت بالجماهير اللي بيكتسحوا جماهير النادي الأهلي؟ الحلقة دي من المشجع هنتكلم فيها عن الأحداث اللي دايرة يعني في خلال الكام ساعة الأخيرة، وأهمهم طبعا للأسف النهاردة إصابة أكرم توفيق في التدريبات. تم تأكيد الإصابة إن هي قطع في الرباط الصليبي في شيء، يعني طبعا الإصابة في الرجل الثانية اللي ما كانش متصاب فيه، كان متصاب هو في الأولانية وخف في أول السنة في يناير، بيتصاب في آخر السنة في الرجل الثانية، وشيء يعني حزين لجماهير النادي الأهلي، حزين لينا، حزين بشكل شخصي على أكرم توفيق لأنه لعيب محترم، لعيب راجل، لعيب الكل بيحبه وبيقدره، وشيء بيبقى صعب جدا على أي لعيب كورة ايا إن كان انتمائه انه يجيله اصابه الرباط الصليبي، بتبقى اصابه صعبه جدا 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 عليه، ويعني اصابه في اكل عيشه، في مستقبله، في حياته، بتاثر عليه في كل حاجه. الراجل قعد سنه يا دوب ما كملش 3 شهور ويتصاب تاني في الرجل التانيه، يعني قدر من عند الله، ولكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله اكرم قدها، وباذن الله اكرم يرجع احسن من الاول. ناس كتير بتتكلم عن ان كثره الاصابات في النادي الاهلي وان الاصابات في النادي الاهلي فيها شيء مريب. بصراحه هو شيء مريب، يعني النادي الاهلي اصاباته غريبه وعجيبه وتوقيتاتها اغرب، ما يعني لا اعتراض على قضاء الله، ولكن الموضوع مريب. ما اعرفش، في ناس يقول لك اصل هو متتش. طب ما هو برضو انا بالنسبه لي كلمه التتش دي بتتقال بقى لها سنين، هل معقوله مجلس اداره صرف كل المصاريف دي او عمل كل اللي بيعمله ده وانشاءات ونادي في التجمع، يعني مش هيقدر يغير الارضيه بتاعت ملعب التتش؟ برضو شيء يدعو للاستغراب. اكيد المشكله مش في دي، ان هي المشكله لو في دي اعتقد كانت اتحلت او كانت دي الازمه. في حاجه في الملف الطبي عند النادي الاهلي مريب وغريب وعجيب، انا مش قادر احط ايدي عليها، مش قادر اقول هي دي 100%. لكن ان مجلس اداره الاهلي محتاج يهتم بالملف الطبي والملف الصحي للعيبه في الملعب، ده انا معاه. الاسباب ايه؟ ما اقدرش اقول انه ملعب، ما اقدرش اقول ان هو غذاء للعيبه، ما اقدرش اقول ان هو مجهود زياده او حمل بدني زياده، الله اعلم، يعني ما اقدرش اجزم ان هو ده. لكن ان الملف محتاج نظره، الملف محتاج نظره. طبعا في جزء كبير جدا لا يمكن نقول ان غير ان الاصابه قضاء الله وقدره. خد بالك الرباط الصليبي دي في ناس بتجيلها، انا اعرف ناس جات لها وهي نايمه، يعني هو نايم بيتقلب بس خلاص الركبه راحت في حته، رجله في حته جات له، فقدر. ولكن احنا بنتكلم في لعيبه كوره بتلعب بتتمرن، فكره بقى حد يقول لك اصل الحماس ومش الحماس واكرم، يا جماعه ما لهاش علاقه. احمد فتحي ما طول عمره عنده الحماس والتاكلينج الزياده والضغط والقوه، فهي نصيب، هي نصيب ليه. لكن اعتقد ان الملف محتاج نظره، الملف محتاج نظره. دي بالنسبه لقصه اكرم توفيق اللي تم تاكيد اصابته، اللي هتحط النادي الاهلي في ورطه، لان انت بقى البديل محمد هاني. ومحمد هاني انا بالنسبه لي وبدون اي زعل، ولكن انا محمد هاني بالنسبه لي يعني انا مش متجني عليه، وبالرغم من اجادته في بعض المباريات، ولكنه ليس لعيب النادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي لعيب ثابت المستوى، لعيب ما ينفعش يكون لغايه دلوقتي بيعامل انه ناشئ، لعيب ما ينفعش يكون بشوفه ماتش عالمي وماتش اخر او 10 تانيين هو مش موجود. هنا انت مش لعيب نادي اهلي، انت لعيب فرق متوسط واخر الجدول. دي مشكلتي مع محمد هاني، وهتفضل مشكلتي مع محمد هاني اللي نفسي يجيد، بس انت بتتكلم في حوالي اكتر من 10 15 فرصه، والنادي الاهلي مش حقل تجارب للفرص. في لعيب انت مديله كل الامكانيات والدعم الجماهيري والغير جماهيري، وهو برضه ما اعرفش، هو ما بيخدمش نفسه. اتمنى، لان انت لا محاله ولا مفر من محمد هاني، اتمنى ان هو يكون المره دي على قدر الثقه، اتمنى ان هو يكون المره دي هي المره الاخيره لاثبات النفس، المرة اللي يخلينا بعديها خلاص نغير الفكرة دي، يعني لعل وعسى كل شيء في كرة القدم وارد. المهم الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه، ربنا طبعا يتم شفاء أكرم توفيق على ألف خير بإذن الله ويرجع للملاعب، هو راجل وقدها بإذن الله. خلينا نتكلم في الجزء الثاني وهو جزء تصويت الجماهير في الاستفتاء على أحسن لاعب في الأسبوع. طبعا رابطة الأندية كانت يعني خضعت لبعض الضغوط من الاعلام الزملكاوي ومن رئيس نادي الزمالك ومجلس ادارته وجماهيره ان هم يلغوا القصه دي، بدليل ان هم طلعوا تصويت احسن لاعب في الجوله الثامنه
بحوالي قبل ما الجوله التاسعه تبدا بحوالي 12 ساعه، لدرجه ان التصويت ده المفروض بيقعد 24 ساعه، هو قعد حوالي 13 او 14 لان المباراه بتاعت الجوله التاسعه كانت هتبدا خلاص، وقال لك اصل احنا نسيناه عشان انشغلنا في الجوله التاسعه وهم الماتش خلصانه بقى لها او الماتشات خلصانه بقى لها 3 ايام. كان عندك اربع وعندك خميس وعندك النهارده الجمعه، كان عندك من بعد يوم الثلاث وكان عندك الخميس وكان عندك الجمعه، ومع ذلك انت ما استغلتش ده وعملته الخميس الساعه 12 بالليل، لان هم كانوا خضعوا لبعض الضغوط من مجلس الاداره الابيض وجماهيره وصفحاته واعلامه لمحاوله الغاء الاستفتاء. وانا هنا بقول لك الموضوع ده بالنسبه لهم حياه او موت. ولو جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ما خدوش بالهم من القصه دي، انا بقول لك الاستفتاء ده هيتم عمل امر ما لتغييره. ليه؟ لان جماهير النادي الاهلي هنا بقى المشكلة، المشكلة إن جماهير النادي الأهلي ضربت قصة الشعبية دي في مقتل. طول عمرنا بنطلع نقول يا جماعة الأهلي صاحب الشعبية الأكثر، يا جماعة الرعاة بيجوا النادي الأهلي لأن النادي الأهلي جماهيره هي الأقوى تأثيرًا على السوشيال ميديا وعلى أرض الواقع. وكنا بنقول اسألوا شركة صلة لما جت وجابت شركة من بره شافت، واسألوا شركة برزنتيشن، واسألوا الشركه الاماراتيه واتصالات مصر، كل الشركات دي لما جت جابت شركات من بره عملت استفتاءات راي بتؤكد ان النادي الاهلي جماهيره تزيد عن جماهير نادي الزمالك بنسبه تقارب زي ما قلنا قبل كده 70 30. ولكن كان الكلام ده دايما بيكذب او بيتقال انه لا وانه ما فيش كلام ده وان دي شركات طبيعي جايه عشان ترعاك فلازم هتقول كده. يا ابني هي مش عشان هترعاني هتقول كده، هي عشان ترعاني عملت الاستفتاء او عملت التحليل للموضوع عشان تشوف ترعاني ولا ما ترعانيش، فما لقت ان انا كده فعلا فنفذت. لا، برضه فضل في التشكيك الى ان جاءت رابطه الانديه بغرض ان هي عايزه تنشط صفحه رابطه الانديه على تويتر اساسا، ده كان هدفهم وغرضهم ان الصفحه يبقى عليها تفاعل، دي حقيقه الامر في الاستفتاء، عشان يزودوا عدد الصفحه لانها لسه صفحه على تويتر او حساب صغير يعني. وكان الاستفتاء استفتاء جماهيري وكانت الضربه في مقتل بقى. جت الحته اللي للاسف فضحتهم قدام عينيهم، ان يخش على التصويت مثلا علي معلول ينزل في اقل من ساعتين يكون مصوت اكتر من 160 الف بني ادم. علي معلول 91% وزيزو 9%. ايه ده في السبع جولات اللي فاتوا ما عدا في جوله منهم كان احمد الشيخ مع اللعيب اللي هو ابن كابتن اسامه نبيه، وخسر برضه قدام لاعب غزل المحله احمد الشيخ لان جماهير النادي الاهلي راحت لاحمد الشيخ، فجماهير النادي الاهلي كسبت الستة لعيبه في الجولات اللي قبل كده وكسبت امبارح علي معلول، وده شيء اثبت ايه؟ اثبت ان تفاعل جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا هي الاقوى. جماهير النادي الاهلي تواجدها وعددها هو الاقوى، لان لما يخش يصوت 200,000 واحد وتلاقي النسبه 90 10 معناها ان انا بقول لك ان انا قدك، انا 90% وانت 10% من ال 200,000 اللي جم او من ال 500,000 اللي جم. لما تقيس عدد المصوتين ولما تقيس القصه دي وتقيس هتعرف قد ايه فرق الشعبيه، هتعرف ان ده بقى بيدل على ايه او ده بيديك نتيجه لايه، بيرفلكت على ايه؟ بيرفلكت على الـ 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 او بيعود يعني على ايه؟ بيعود على الرعايه، الرعاه لما بيجوا بيلاقوا ان النادي الاهلي عنده جماهير قويه جدا، جماهير لها تاثير، لها دور، جماهير تقدر تخلي المنتج بتاعي متشاف. جماهير تقدر تخلي المنتج بتاعي مش متشاف ومغضوب عليه، لانها جماهير عددها كبير، جماهير مؤثره، جماهير بتتفاعل مع ناديها ومع لاعبتها وبتحب النادي ومركزه معاه. ده اللي رئيس النادي طلع صوت وقال لهم خدوا بالكم ان انتوا اللي بوظتوا لي موضوع الرعايه ده، لان انتوا ما بتصوتوش للعيبه في الاستفتاء وانتوا بتخسروه. نتيجه ده رئيس النادي بيشتكي، الرقاد والصحفيين البيض بيشتكوا، زيزو بيتقمص وبيعيط ومش هاخد الجايزه اصل انتوا بتخصصوني في الاستفتاء. يا ابني طب احنا مالنا؟ اي حد ماله؟ ما تروح لجماهيرك اللي عددها قليل، بتروح لجماهيرك اللي هو قعدوا سنين بيخدعوا لعيبتهم وبيخدعوا جماهيرهم انهم الاكثر شعبيه او انهم متساويين مع النادي الاهلي شعبيا. موضوع الاستفتاء ده ضربهم في مقتل. وصدقني هو الموضوع ده قبله كان في استفتاء الاتحاد الافريقي لما عمل على احسن لعيب مركز 10 في مهاجم، مركز 10 مهاجمي في افريقيا ما بين خما بليات وشيكابالا، وكان نجاح ساحق لخما بليات نتيجه تدخل جماهير النادي الاهلي. من الاخر لما جه حصل الاستفتاء الاسبوعي ده مش هيشوفها لعيب من انا بقول لك حل الاستفتاء ده ان فعلا الزمالك حد من عنده يحط ان التلات لعيبه يكونوا من الزمالك زي ما قال الصحفي محمد شبانه، غير كده انسى مش هتشوفها.
مش هتشوفها. الموضوع مش محتاج في اصله لجان، لا خالص. هو على فكره هو لو الموضوع كان لجان، لو لجان كانت جماهير الزمالك كسبت، لان جماهير الزمالك هي اكتر جماهير صفحاتها بتعتمد على اللجان. اللجان دي اللي بتاذي ناس كتير جدا في السوشيال ميديا، ان كان صفحات اهلاويه، ان كان، لان هم جماهير بتعتمد على اللجان وصفحاتهم بتعتمد على اللجان، ومرتباتهم والقصص دي كلها معتمده على اللجان 100% من كلام موثوق انا بقوله لك. فهم لو لجان كانوا هم كسبوا الاستفتاءات دي، لكن هي للاسف عشان حتى لجانهم مش قادره، لان جماهير النادي الاهلي هي جماهير اكتر، هي الجماهير الاغلبيه، هي الجماهير الاقوى، فده دايما هيكون الاكتساح ليها. زي ما بقول لك هو هيفضل بيحارب الموضوع ده بايده واسنانه عشان يحاول يلغيه، عشان يحاول يغير طريقته، عشان يخلي بعد كده ان الصحفيين هم اللي بيختاروا، ويودي مثلا 10% للتصويت للجماهير، والباقي يقول لك اصل زي انجلترا. زي يا عم انا مالي بانجلترا وباسبانيا وزي مش عارف مين، وانت سايب كل اللي بيحصل هناك ده وجاي تمسك لي في دي؟ وبعدين يعني ما عملتهاش من الاول ليه؟ انا كان عندي رابطه عملت الاستفتاء من الاول جماهيري، بس خلاص انت زعلان ليه؟ طبعا هم عايزين الصحفيين بقى اللي زي صبحي عبد السلام والفولي وعبد الشافي صادق بتاع ضربه جزاء ماتش فاركو، عايزين النوعيه دي من الجماهير، ومحمد رجب، وهم عايزين الشله دي. هم الشله دي وصبحي عبد السلام ومنتصر ومعتز، القصه دي هم اللي عايزينهم. ليه؟ هم دول هيبقوا نقادهم اللي هيطلعوا يكسبوا اي لعيب منهم، حتى لو اللعيب ده ما لعبش الماتش. خد بالك هم زي ما شافوا في ضربه جزاء للنادي الاهلي مش موجوده في الماتش وقالوا ده اصل الاهلي هيحضروا ضربه جزاء، هم عادي جدا ممكن يطلعوا ان احسن لعيب في الجوله مثلا يعني نادر السيد، عادي جدا، عبد الحليم علي، ما عندهمش، خد بالك ده توقعوا منهم ممكن يعملوه لو بقى بالنقاط. بس هم زي ما بقول لك ليه هم مقتولين على القصه ده، لانه حط قصه شعبيه الزمالك دي في مقتل. يعني اكتر شيء اتعمل من الرابطه بدون قصد، لان الرابطه دي بتخدم الزمالك وبتخاف من رئيس الزمالك وبتخضع لرئيس الزمالك ومجلس اداره الزمالك والاعلام الابيض، لكن هي عملت شيء كان غرضها منه ان الصفحه بتاعتها تكبر، ضربت في مقتل مبدا اساسي تم يعني نسفه هم بيحاولوا يقنعوا نفسهم بيه وجماهيرهم بيه انهم اكثر شعبيه من النادي الاهلي او متساويين في الشعبيه مع النادي الاهلي. فعشان كده زي ما بقول لك هيفضلوا بايدهم واسنانهم بيحاولوا ان هم يلغوا القصه دي او يغيروها، لكن باذن الله في وجود جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي مش هيهم تغييره، لان ده شيء تم عمله من الرابطه وتم عمله في 8 اسابيع وهنبدا الاسبوع التاسع. اعتقد ان انت عايز تغيره، يبقى ايه ربك يسهلك كده وغيره من الموسم القادم ان شاء الله، لان طبعا احنا عارفين الرابطه قد ايه ما بتحبش تنيم الاعلام الابيض ولا رئيس مجلس اداره الاعلام الابيض ولا النادي الابيض زعلانين عشان ان النوز دايما مقموص وهم دايما ما بيحبوش يشوفوه مقموص. شكرا ليكم وشكرا لجماهير النادي الاهلي اللي دايما بتثبت ان هي حماه. شكرا لمتابعتكم وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده من المشجع.